يقول السائل: هل يستلزم أن يشتق من كل فعل من أفعال الله صفة له أو اسم؟ لا، ما يجوز هذا، العكس، كل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة، وأما الأفعال فلا يشتق منها أسماء ولا صفات. نعم، الصفات نعم يشتق منها صفة، لكن الاسم لا، ما يشتق منها أسماء، لأن الأسماء توقيفية. نعم، وأما الصفات فالأفعال تدل على الصفات. نعم.